اهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء جديد من برنامج مؤشر النيل، نتعرف خلاله على اداء السوق المصريه والبورصات الخليجيه واهم اخبار الاقتصاد المصري واقتصاد العالم، حيث تراجعت اليوم مؤشرات البورصه المصريه في ختام التعاملات ليوم الثلاثاء. انخفض المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه اي جي اكس 30 بنسبه 0.34% ليبلغ مستوى 16998.35 من 100 نقطه. كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.89% ليبلغ مستوى 2955.19 نقطة. التراجعات شملت مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا الذي خسر نحو 1.34% مسجلا 4447.88 نقطة. على صعيد القطاعات الأكثر تداولا في بورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، جاء قطاع العقارات على رأس القطاعات الأكثر نشاطاً بنسبة 22.27%، وحل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثانياً من حيث التداولات بنسبة 22.16%، جاء قطاع البنوك في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 13.94%. هذا وقد تقلل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو مليار جنيه ليصل لمستوى 1.087 تريليون، وسط تعاملات كلية بخمس مليارات واثنين من عشرة من المئة تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية المئة. في منطقة الخليج العربي أنهت البورصات السعودية التعاملات على ارتفاع بفضل صعود أسعار النفط، في حين تراجعت البورصة المصرية بعد مكاسب استمرت أربع جلسات. ارتفعت أسعار النفط الخام وهو محفز رئيسي للأسواق المالية الخليجية بعدما هز قرار أوبك بلس المزيد من خفض الإنتاج للأسواق بالأمس الاثنين، مع تحول اهتمام المستثمرين لمستقبل الطلب وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي. كذلك صعد المؤشر السعودي 1.3% مدعوما بارتفاع بنسبة 2% في سهم مصرف الراجحي وقفزة لمستوى 2.7% في سهم البنك الأهلي السعودي. في دبي صعد المؤشر الرئيسي 0.5%. في قطر ارتفع المؤشر 0.9% مواصلا المكاسب من الجلسة الماضية، وأنهى سهم مصرف قطر الإسلامي التعاملات على ارتفاع 2.1%. للمزيد من المتابعة والتحليل حول وضعيات البورصة المصرية والعالمية معنا على الهاتف الأستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أهلا بك أستاذة حنان. أولا مساء الخير أستاذة مجدة، رمضان كريم. إيه الله أكرم. أستاذة حنان، رأيك في أداء سوق المال المصرية والأسواق الخليجية النهاردة؟ بالنسبة للبورصة المصرية طبعا كان في تباين في الأداء زي ما حضرتك ذكرتي في التقرير، وده بيرجع إلى مبيعات من قبل المؤسسات الأجنبية بعد أن كانت عاملة مراكز شرائية في جلسة الأمس. طبعا النهاردة الانخفاض طفيف في المؤشر الرئيسي للبورصة، احنا برضو قرب منطقة 17000 نقطة، قيمة التداول تجاوز 2 مليار جنيه. طبعا شفنا في المؤشرات الفرعية في ارتفاعات قياسية ووصولها الى مستويات المقاومه، وده بيرجع لحاجه مهمه جدا ان المتعامل عارف ان البورصه بتحقق ارباح جيده جدا حتى في ظل ارتفاع اسعار الفايده، في ظل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، فالمتعامل مهتم جدا بالتداول في البورصه. نعم استاذه حنان، شايفه ازاي تاثير شهادات الادخار على اداء البورصه المصريه وعلى السيوله بشكل عام؟ لا، ليس لها تأثير يذكر، لأن المتعامل شاف أرباح قبل كده حققها في البورصة بتفوق 50% في العديد من الأسهم، حتى أن على مستوى الربع الأول المؤشرات عاملة ارتفاع أكثر من 12%، فده اللي مشجع المتعاملين استمرار عملية التداول، وشايفين أن في فرص استثمارية جيدة جدا في ظل الاهتمام العربي باستحواذات جيدة في العديد من القطاعات المتواجدة في البورصة المصرية. من وجهة نظر حضرتك، تأثير قرار أوبك بلس اليوم بخفض الإنتاج كيف سيكون تأثيره على الأسواق العالمية في المرحلة القادمة؟ هينقسم الأسواق العالمية إلى قسمين، قسم الأسواق المنتجة للنفط دي طبعا هتستفاد استفادة قصوى لأنها تدعم موازنتها وهتدعمها كمان في حركة الاستحواذات والاندماجات في العديد من الدول العربية والدول العالمية. أما الدول المستوردة للنفط هيبقى عليها يزود من التضخم لأنه هيرفع من أسعار النفط وأسعار مواد الطاقة، وده طبعا هيؤثر على اتجاه مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لرفع مزيد من أسعار الفايدة لمجابهة هذا التضخم اللي هيبقى في الفترات القادمة بسبب يعني خفض إنتاج أوبك للنفط وارتفاع أسعار النفط بعد أن ابتدت الولايات المتحدة تفرج عن كل الاحتياطات المتواجدة لديها لوزن أسعار النفط في العالم. من وجهة نظر حضرتك، أداء البورصة المصرية في الأسبوع المقبل هيكون عامل إزاي؟
بإذن الله يعني هنستمر في ارتفاعات، ولكن هيبقى برضو عندنا وجهة نظر علشان في فترة أعياد كل سنة ومصر كلها بخير، فيبقى في قبلها كده ممكن يكون تهدئة، ولكن مش هتبقى تهدئة يعني كبيرة، هيبقى يستمر برضو الشراء الانتقائي من قبل المتعاملين، لأنهم شايفين إن في أخبار إيجابية تتعلق إذا كان بنتائج أعمال استحواذات سيولة متدفقة، فكل ده ممكن يدعم أداء السوق، ولكن برضو نخلي بالنا من موضوع الأجازات لأنها هتبقى مؤثر في تحركات المتعاملين الأجانب. شكرا لحضرتك أستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال على هذه الإطلالة السريعة. مشاهدينا خلونا نستكمل هذه الجولة بأبرز أخبارنا الاقتصادية، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في ملف التشابكات المالية بتأتي في إطار التدخل لإزالة التشوهات القديمة العالقة في الاقتصاد المصري منذ عقود طويلة. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية. وتناول الاجتماع استعراض للإجراءات التي يتم استكمالها خلال الفترة الحالية لإنهاء التشابكات المالية في إطار وضع أسس مقبولة لدى الأطراف لتسوية المديونيات المستحقة للأطراف المعنية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالتوسع في مشروعات التنمية الزراعية التي تسهم بدور كبير في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب ارتباطها بعدد من الأنشطة الإنتاجية بما يدعم قطاعات الصناعة والتصدير وتحقيق أهداف التنمية المتجاملة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لحصر وتصنيف التربة بالمناطق المستهدفة لتنفيذ مشروعات التنمية الزراعية. ترأس وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى اجتماع ضم عدد من المسؤولين بالوزارة والشركات التابعة لمتابعة الموقف التنفيذي بشأن تصنيع جهاز توليد المياه من الهواء الجوي واللي بيتم تنفيذه بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية. أكد الوزير أنه يتم التنسيق مع شركة بنها للصناعات الإلكترونية والتي تقوم بتصنيع الدوائر الإلكترونية لهذا الجهاز، كما قامت شركة حلوان للأجهزة المعدنية بتصنيع غالبية أعمال الأجزاء المعدنية للجهاز، في حين تقوم الشركة اليابانية بتدبير عدد من المكونات التي لم يتح توفيرها محليا. عالميا، في ألمانيا أظهرت بيانات اليوم زيادة أكبر كثيرة من المتوقع للصادرات الألمانية في فبراير بفضل الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين لتسجل أكبر زيادة لها في 10 أشهر. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الصادرات زادت 4% بالمقارنة مع الشهر السابق، وكانت الصادرات قد هوت بنسبة 6.1% على أساس شهري في ديسمبر، وفي فبراير ارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2% عن الشهر السابق عليه. تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة لأدنى مستوى فيما يقرب من 3 سنوات في مارس مع استمرار الطلبات الجديدة في الانكماش واحتمال زيادة تراجع النشاط وسط تشديد شروط الائتمان. انخفض مؤشر مدير المشتريات للتصنيع الخاص به إلى 46.3 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ مايو 2020 من 47.7 في فبراير، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه مؤشر مدير المشتريات دون عتبة 50 نقطة، مما يشير إلى انكماش الصناعات التحويلية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن بيعتزم تخصيص 450 مليون دولار لمشاريع الطاقة النظيفة في مواقع مناجم الفحم، وذكر البيت الأبيض أن إدارة بايدن هتخصص هذا المبلغ لمزارع الطاقة الشمسية ومشاريع الطاقة النظيفة الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة في مواقع مناجم الفحم الحالية أو السابقة كجزء من جهود مستمرة لمكافحة تغير المناخ. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة لإيطاليا بقيمة 450 مليون يورو لدعم إنتاج الهيدروجين المتجدد وتعزيز الانتقال لاقتصاد خالي من انبعاثات الكربون.